الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انخفض الضغط الجوي بحوض البحر المتوسط، سمح لعبور اضطراب جوي. سيكون نشيط الفعالية خلال يوم الغد بحول الله على كل سواحل وحتى على المناطق الداخلية الوسطى والشرقية. سيكون مرفوق بتساقط لزخات من الأمطار، أحيانا تكون رعدية على المناطق الداخلية الغربية. الأجواء ستكون غائمة جزئيا مع بعض الأمطار الرعدية، بعض الأمطار أيضا عابرة ستشهدها منطقة الثورة شمال الصحراء والواحات، تكون تحت واقع الرعود بمنطقة إليزي، بينما أجواء مغشاة جزئيا من تندوف نحو إن صالح وصولا إلى غاية إنجزان. الحرارة خلال ليلة اليوم لن تتعدى 4 درجات بالهضاب العليا، 8 درجات بقسنطينة، 9 بتيزي وزو بالعاصمة وتلمسان، 10 درجات بعنابة وهران نفس المقياس بغردايا، 6 درجات ببشار، 15 درجة بإن صالح وتمنراست، وترتفع إلى غاية 22 درجة بإنجزام. بينما خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى لن تتعدى 8 درجات بالجلفة، ترتفع بدرجة واحدة نحو البيض، 10 درجات بتيارت، 16 درجة بوهران والعاصمة، 14 بتلمسان وتيزي وزو، 13 درجة فقط بباتنا، بينما ترتفع إلى غاية 20 درجة بقسنطينة وعنابة. جنوبا 19 درجة ببشار، في حدود 22 درجة بغردايا بسكرة الواد وورقلة، 28 درجة بإن صالح، وتقارب 30 درجة نحو إليزي لتصل لغاية 34 درجة ببرج باجي مختار وإنجزام. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، البحر سيكون مضطرب إلى كثير الاضطراب نحو سواحل الشرقية وكذلك الغربية. سرعة الرياح ستشتد لغاية 60 كيلومتر في الساعة، أما على سواحل الوسطى الرياح تكون ضعيفة وتأتينا ضمن التيارات شرقية إلى شمالية شرقية على كل السواحل. جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة إفريقيا. بإذن الله الأمطار ستخص أيضا تونس مع 17 درجة، 23 درجة مع أجواء غائمة جزئيا بطرابلس، أجواء غائمة تماما بالعيون المحتلة مع 26 درجة مئوية، وتكون مشمسة على العواصم الأخرى لتقرب الحرارة 22 درجة بالقاهرة وترتفع إلى غاية 41 درجة كعلى مقياس بنيامي. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و54 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم بصحة.